السلام عليكم جميع اللي عم يسمع هذا الصوت. كل حر عم يسمع هذا الصوت، كل سوري. أنا ماني مميز بين الشعب السوري، ماني مميز بين حدا، أنا ماني ضد حدا من الشعب السوري كامل. من الشعب السوري ماني ضد حدا، ماني ضد بني آدم، ولاني إرهابي، ولا طلعت أرهب البلد، ولا أرهب الشعب السوري، ولا شلت سلاح، ولا عملت. أنا مجرد طلعت مظاهرة صحت حرية، غير هيك ما بعرف. إنا 7 سنين ونص محبوسين، ونحن رحنا على صدنايا وقعدنا سنين بصدنايا، وبعدين جينا على سجن حما، وبالأخير بدأ يسحبونا من سجن حما ويعدمونا بسجن صدنايا. يا أحرار العالم كلها، كل أحرار العالم تسمعنا، تسمعنا بس ولو مرة، ولو مرة تسمعنا. احنا ما أذنبنا، ما أذنبنا بحق الشعب السوري كامل بجميع أطيافه، بجميع الملل الموجودة بسوريا. ما أذينا طفل، ما أذينا مجرد عامل سوري، ولا موظف بالدولة، ولا موظف بوين من كان، ولا أمن ولا جيش. ما أذينا بني آدم. نحن ما عملنا شيء، ما عملنا شيء لنحكم إعدامات. إشان شو؟ ليجي فراس دنيا لعنا ويطلب منا انه لازم نروح نحضر محكمه مع كفالته، ونحن عارفين وين رايحين، رايحين يعدمنا ويمسك لنا عشواربه. اللي وقفتوا معنا الله يكتر خيركم، وما وقفتوا معنا راح نحاسبكم ليوم الدين، يوم الدين بنحاسبكم. وانا بحكي مع الشعب السوري كامل، ما بحكي مع انسان ولا فصيل ولا حدا ولا مين من كان يكون، بحكي مع الشعب السوري كامل. وتصطفلوا منكم لربكم.